من المقصر يوجه اليوم؟ الى الاعلام الداخلي، الى الراي العام العراقي، لامتصاص النقمه. ما هو هو المسؤول الاول اخي، نعم هو رئيس وزراء. رئيس الوزراء هو مسؤول اول، سلطه تنفيذيه مسؤول على كل ما يجري بكل التفاصيل الممله، حتى الممله من عندها في حياه العراقيين. اذا شخص توفي لاسباب تتعلق بالخدمات، يعني ليس مثل ما قلت اني بالبدايه، ليس قضاء وقدرا، هذا عمل مبرمج ممنهج. الفساد هو عمل ممنهج، منظومه الفساد مهيمنه على السلطه. اذا هو رئيس الوزراء جزء من هذه المنظومه، عليه انه فعلا اما يحاسب مباشره، لا يقول هناك تقصير، التقصير ياتي من الحكومه، هو على راس الحكومه. التقصير ياتي لانه هناك اغفال، هناك دوائر، هو قال أشار إنها فساد وتقصير وكذا وكذا. من المسؤول؟ المسؤول هو المقصر فقط، وإنما المشرفين عليه المسؤولين في أعلى هرم السلطة في الدولة. لذلك عليه أن يحاسب نفسه. أنا أقول وأكرر مرة ثانية، أنا لو بمحل، ولو لو لا أتمنى هذا الموقع، لو أنا بمكان رئيس الوزراء والله أستقيل، خلي الشعب العراقي كله يسمع، أستقيل، لأن هذه مسؤوليتي أنا، أنا رئيس وزراء. لا يفوت الفرصة مرة ثانية بتطمينات وبتخدير يعني رمي الكرة في ملعب الآخرين. هو مسؤول، الحكومة مسؤولة، وزير داخلية، وزير صحة، وزير الأمن الوطني، مستشارية الأمن الوطني، وزير الدفاع، غير كلهم مسؤولون أخي. لذلك الخدمات، البناء والإعمار، وزارة أيضا وزارة، يعني لما يطلع لي مسؤول يقول لي وكيل وزارة الصحة يقول أنه إحنا الساندويتش بانل راح نزيلها كلها من المؤسسات الحكومية. نعم طيب، نعم هناك نعم. هناك دكتور حامد بنفس السياق، هناك من يقول لك بأنه حركة بابليون هي المتورطة بشكل مباشر في انعدام وسائل السلامة والأمان بالقاعة، والتي تسببت بارتفاع أعداد الضحايا. هل اليوم هذا يفسر بأن الفصائل اليوم بالفعل مستحكمة على المشاريع الترفيهية والاقتصادية في المحافظة؟ ولماذا اليوم الحكومة والجهات الحكومية والرقابية تغض النظر عن هذه الأبنية وهذه المشاريع الاقتصادية من دون حتى أي يعني حد من إجراءات السلامة والأمان اليوم؟ إذن هناك ربما كوارث حتى مخفية اليوم، يعني هذا ما ظهر منها ربما من أبنية وغيرها نتحدث، ومشاريع اقتصادية. أحسنت على هذا السؤال، هو هذا جوهر الموضوع، هذا اللي أنا أصل إليه منذ البداية. أنه منظومة فساد مرتبطة بالحكومة، والحكومة هي تشكلت بإرادة هذه الميليشيات. هناك ميليشيات، هناك مافيات فساد، هناك عصابات جريمة منظمة، هناك حيتان فساد، هناك دولة عميقة تقود الدولة، يعني دولة النهار ودولة الظلام. لذلك أنا لما أقول هذا الكلام، أنا مسؤول عنه، أنه التجارب مريرة، مر الشعب العراقي تجارب مريرة على يد هؤلاء الأوباش الذين يهيمنون على السلطة بالسلاح، سلاح منفلت، عصابات جريمة منظمة، مافيات فساد، ومرتبطة بالخارج، ليس فقط الآن لما نتحدث على العملة وتهريب العملة واحتكارات الصفقات وغيرها والفضائيين، فساد مستشري. لكن لما تصل القضية إلى حياة المواطنين، ماذا ننتظر بعد؟ هل ننتظر نموت جميعا؟ أم ننتظر أنه تأتي مثل ما يقول لك، يعني يأتي الحل من السماء؟ نعم. هذا لا يمكن أن ننتظر إلى ما لا نهاية. على السيد رئيس الوزراء أن لا يؤمل الآخرين بكلام إنشائي وخطابي، هذا فات عهد الآن. هنا أسألك اليوم، اعترافات المسؤول عن قاعة الهيثم للأعراس في قضاء الحمدانية الذي اعتقلته أسايش أربيل على الفور حقيقة، قد تقود ربما إلى إصدار مذكرة قبض بحق أسامة الكلداني. هل الحكومة جادة برأيك دكتور حامد بمعالجة هذا الملف، بمحاسبة المقصرين اليوم، بمعزل عن أي قوى سياسية اليوم في البلاد داعمة لهذه الحكومة اليوم؟ لو كان هذا الشخص بمفرده، أنا أقول لك ممكن يضحون به، يعتبروه كبش فداء وينزلون به أقصى العقاب، وهذا يستاهل حقيقة إعدام، لأنه لما ضحايا بالعشرات الآن، والجرحى والمصابين الآن أيضا بالعشرات، يعني معناه أنه هاي جريمة ممنهجة عليه. أنه فعلا رئيس الوزراء الآن مع القضاء، مع الجهات المسؤولة، أنه يبحث من يقف وراء هذا الشخص. هذه هي اللي احنا نركز عليها. هذه ليست قضية فردية، ليست قضية صاحب صالة احتفالات
أو قاعة احتفالات. هذه قضية بها تغطية، نحن نسمع كثيرا هناك رشاوي، هناك أتاوات تدفع لهذا وذاك نتيجة هيمنة الميليشيات. هذه عملية بها جانب من إشهار السلاح، جانب من المتاجر بحياة المواطنين. لذلك هذا الفرد لا يمكن أن نتخيل في يوم من الأيام مثل حال العبارة وحال أيضا يعني الجرائم الأخرى. هل كان شخص وحده؟ لا بالتأكيد، هذه منظومة، هذه مجموعة من الفاسدين تتحكم بمرافق الحياة الاقتصادية العراقية بطريقة غير شرعية، بتجاوزات مدروسة ومعروفة. نعم. والسيد رئيس الوزراء يعرف هو قبل غيره